اليوم ان شاء الله غنشرح لكم الموقصه، نعالجوا بها الخلعه، نعالجوا بها بومدوي. هذه هي الموقصه ان شاء الله، وكاين هذه الموقصه حتى هي. المهم تبعوا معايا الفيديو ان شاء الله من الاول حتى الاخر. هذه هي الموقصه، نوع من الشيح وراها رائعه لصحتنا، وحتى اللي ما كيتوفرش على الموقصه. وهذه كنعالجوا بها طنين الاذن، ها هي. وهاد كما تشوفوا معايا القله، وهاد الشيء ديال الطين، الكؤوس الرائعه الجميله كنخرجوا بها الاعصاب، كنعالجوا بها بومزوي، كنعالجوا بها الخلعه مع الزيت القديمه، زيت الزيتون القديمه. يعني كل ما قدمت عندنا تشوفوا اللون ديالها، شو راه رائعه. هذا زيت قدام، وسبحان الله كما كنخدم بها النساء كيعاود كتبقى سبحان الله ما كتقاداش. علاش؟ حيت ما كنبخلش على اللي كيجيو عندي يقصدوني، يقصدوا الله سبحانه وتعالى، كندلك اليوم بها ربي فوق مني. سبحان الله ما كتنقش، كتبقى بحال هكاك. وعندي تبارك الله كنخزنو، كنخدمو بهاد القديره هادي والاحجام هادي على حساب كل كل ما كتقدرش عليها هادي كنعملو لها هادي. المهم تبعوا لي الفيديو ان شاء الله حتى الاخر، ومرحبا بكم في المركز ديالي الصغير ان شاء الله. يلا كثروا لي لايك وتبعوا لي الفيديو حتى الاخر، نوريكم كيفاش الموقصه ولاش كتليق. اهلا وسهلا، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حياكم الله. اللي بغى يجي عندي ان شاء الله مرحبا بيا، نخلي لكم الرقم ديالي دي ان شاء الله. هذه هي الموقصه غنشاركها معكم، وهذه هي الموقصه، هي هذه كنديروها لطانين الاذن، نوريكم ان شاء الله كيفاش كتركب. وهذه هي الموقصه، هذه هي العلبه ديالها. كاين الصراحه العديد، كاين هذه الموقصه، هذه سيجار، هذه كناخذوها انا كنديرها هنا هكا باش ما تبردليش وتبقى يعني شاده. هانتوما كنشعلوها بحال هكا، نشعلها قدامكم. المهم هذا هو المركز ديالي، مرحبا بكم ان شاء الله. العلاج هانتوما دايره كل ما هو تقليدي، دايره الحصيره وديره الهيدوره اللي راحه نفسيه. كنعرفوا العلاج خصو واحد الطمانينه، لا الانسان دخل عندك وكان مخلوع وكان مرتكب، اما ملي تيشوف كل ما هو طبيعي والهيدوره، كيشوف حصيره الدوم، كيشوف كل ما هو اللي قديم، كيحس بالراحه. هذه كنشعلوها هكا عادي، واخا ما كتبانش لكم راه شاعله. هانتوما شوف، وكنعملوها كمساج على الالام المكان، خصوصا على بومزوي. والرائحه ديالها زكيه فنه، يعني هي نفس هذه، نشرح لكم ان شاء الله. كنعملوا واحد المساج على الظهر، وكنبقاو نقربوا بحال هكا، وكنعملوا حتى على السره البومزوي او اللي عنده مشاكل الجهاز الهضمي، راه كاين واحد الدفء كنحسوا به واخا كتبان لكم بعيده. ملي كنسالي كنخشيوها في الماء، طبيعة الحال كنخشيوها في الماء، انا غنديرها غير هنايا حتى نسالي ان شاء الله، غتبقى شاده. ولكن معليش كيكون هذه عامره ماء كنديروها هكا صافي باش كتحبس، لان ما غاديش تدير شتو، كتبقى شاعله. هذه النوع من الموقصه، كاين ما شاء الله ما كاينش غير هذا النوع، كاين انواع. ولكن بحكم ان حنا مدينه اليوسفيه يعني بعيد علينا المكان اللي كنتقداو منه، تحيه نازل الدار البيضاء، كيجينا هادشي صعيب باش نلقاه. ولكن كنشكر الاخوان اللي كيتعاونوا معايا وكيرسلوا ليا حتى للدار، كنشكرهم بزاف جزيل الشكر. هادي غنحاول ما امكن نطفيها باش اننا نشرح لك. صافي الحمد لله دابا طفيناها، نبداو على بركه الله. الموقصه هنايا كما شفتوا معايا، الموقصه هذه كيفاش كنخدموها. انا غنجي هنا بحال هكا ونخدم معاها، هادو كنعملو بيه المساج، والقديره اللي كنخدم بها عندي هنا زيت الزيتون القديم الحي لسنوات. الزيت الى قدام عندكم ما ترميوهش، البقايا اللي كتبقى هنا راها حتى هي كنخدموا بها. والقله العجيبه ما شاء الله، نخليكم الرقم على بركه الله. كناخذوا بقايا الكيسان اللي كنعملو بهم مساج، ماشي كنعملو بهم الحجامه الدمويه. الحجامه الدمويه كنخليهم هنا في واحد البلاصه اللي معقمه ومقاده،
ملي كنساليو منه راه بطبيعه الحال ما كيبقاوش يعاودوا نخدموا بهم بتاتا. اما هادو الصغار اللي كنعملوا بهم مساج راه كنحتفظوا بهم، كيتغسلوا حتى كنشوفوا انه ما بقاش فيهم ما يتغسل، صافي كنهرسهم وكنرميهم. المهم على بركه الله هذه ما بقاش صالحه، ولكن نخليوها للعلاج. مثلا عندنا هذه محيده لها، هذه كنحيدوا هذه باش كتصبح لينا بحال هذه. وكناخذوا الموقصه، هذا هو الغشاء اللي كيكون تحت منها باش كتكون لاصق. انا غنوريكم ان شاء الله. السلام يا رسول الله. المهم هانتوما يا هذه هي هذه نوع من البلاستيك باش كنحصلوا على هذه، يعني هذه مع هذه. كناخذوا هذه وكناخذوا هذه، كناخذوا يعني وحده ومعها وحده، وكنزولوا هذا اللصاق هذا اللي هو هذا، كنحيدو وكنلصقها بحال ما هكا باش كتعطينا هذه الطريقه هذه. ومن بعد كتجي لهذه الفتيله اللي نوع هي من المقصه، غير هي كتكون صغيره الحجم ماشي بحال السيجار اللي وريتكم. هذا تحيه للاخت ليلى اللي جابت لي هذه المسائل حتى لهنا، مازال شي على الاخوان نتوما. المهم علينا كناخذوا هذا النوع من السيجار، الناس ديال الدار البيضاء راه ممكن تلقاوهم، ممكن تلقاو في المدن الاخرين، علاش لا، غير حنا عندنا هنا المدينه راكم عارفين صغيره وصافي. بعد ما لصقناه مثلا كناخذوا هذه، هذه اللي هنايا عليها كتصبح عندنا بهذا الشكل، وكنحطوها. هذه كناخذوا واحد السكين كنحاولوا ما امكن نوسعوها، وكنوسعوا هذه باش تدخل لينا. هانتوما الطريقه شتو، انا عندي هنايا مصوبه هي هذه، صافي كنحطو نحكمو الودن مزيان وكنحطوها بحال هكا. الطنين الاذن الصداع اللي عنده تزفزيف في الدماغ، شكون اللي ما يديرهاش الشخص اللي عنده الاذن كتسيل او اللي عنده ثقب، هادو نهائيا جامي واش يعملهم بتاتا. صافي كنشعلو الفتيله وكنخليوها حتى تكمل بتاتا. ملي كنسالي ممكن هذا الا ما بقاش عجبنا كنغسلو مزيان، الا ما بقاش عجبنا كنبدلو ناخذ كاس واحد اخر. عندنا تبارك الله كؤوس هما، كنزولو هذه كنحيدو بواحد قطعه السكين، كنزولو هاد الفونطوزه هذه، كتصبح عندنا العمليه سهله. كاينه طريقه اخرى، اللي عنده الام الركبه اللي عنده الشقيقه كنحيدو الفونطوزه هذه وكنحطوها في المكان المفصل، كنحطو الشخص كينعس على البطن ديالو، كنعملو له واحد المساج شامل على الكتفين اسفل الظهر، وكنزوقو الظهر ديالو بهاد الاشياء اللي كتجيكم نتوما عجيبه كتريح. عملت هذاك النهار البنيه عندي راه شاركتها معاكم، ما بقاش الحمد لله كضرها اليد ديالها. ممكن اللي عنده الشقيقه انه يحطها راه كتلصق، اللي عنده مشاكل في الركبه، اللي عنده مشاكل في الكعب في القدم، راه زويونه. حنتوما طلبتوا منه الموكسه كيفين كتكون وكيفاش وشنو، هي راه فيها انواع سبحان الله، وكاينه واحد اله نحاسيه كندخلوا في هذا السيجار بعد ما كنشعلوا وكنبقاو نمشيو ونجيو في الظهر الكتفين كنريحوا الاعصاب. الموكسه هي هذه كاين فيها اشكال والوان، وهذه هي السيجار. ممكن يبقاو عندنا هادو، ممكن نزيدونا هادو الا خاصتنا نشريوهم. فين كيتباعوا؟ كيتباعوا عند الناس اللي كيبيعوا لينا كؤوس الحجامه، عطاره، اي حاجه كتخص بالحجامه كتكون عندهم، يعني الناس اللي مختصه في بيع لوازم الحجامه. وكنتسناو على الفتيله حتى كتسالي، اللي عنده بوم زوين، اللي عنده الخلعه، اللي عنده الخوف، كنحطوها عليه على البطن. دابا ما كاينش الوليدات كلشي في المدرسه باش غنشرح لكم، كنحطوها على البطن، كنسرحوا المريض وكنحطوها على البطن ديالو حتى كتسالي الفتيله، وراه ما كيكون عندها حتى شي كيكون حتى شي ضرر، ما كطيحش لينا الفتيله كتفرس لينا ابدا. صافي ملي كنسالي وراه كتحيد، كتبقى لينا غير هذه
باش نحميها كنبقى بحال هكا، وهذه ضروري في البلاستيكه ديالها باش كتبقى سخونه يعني ما تبردش. اللي عنده الخوف، اللي عنده الخلعه، راه ممكن يحط على البطن ديالو يكون التبي ديالو. هانتوما خرجنا الهواء شويه، وغنحكم الاغلاق ونخليها عندي حتى ان شاء الله ملي كنحتاجها للمريض راه كنعملها ليه. صراحة الموكسة عندها منافع كثيرة وسهل الاستعمال، يعني ماشي شي حاجة اللي كتخلع. انتوما الغطاء ديالها اين هو؟ لا ادري اين هو الغطاء، ولكن معليش نقلب عليه. فهمتوني بنت خالتي، هنا كنعملو الفتيلة كما شفتو معانا، وكنحطوها على الاذن اللي عنده الطنين اللي عنده التزبزيف. كاينه طريقة اخرى باش نعالجو بها طالين الاذن او التزفزيف اللي فيها، يعني كيكون هو سبب البرد. ما قديتيش على الموكسه ما غتعرفش ليها، ما بزاف المسائل فعلا متفقه معكم. غتاخذوا زيت الزيتون، ناخذوا كاس وناخذوا 7 حبات من القرنفل ونغطسوهم. ممكن ناخذوا قرعه الزاج بحال هذه، انا كنحتفظ به هادو، كنعقمهم مزيان كنحتفظ بهم. علاش؟ لانهم مظلمين، يعني فيهم واحد اللون اللي غادي يساعدني انني ما يدخلش الاشعه، ولا كنخزنهم فشي بلاصه. ممكن تاخذي قرعه الزاج عادي ولكن تخزنيها. كندير معاهم 7 حبات من القرنفل وزيت الزيتون، وكنخليهم واحد المده اسبوع جوج اسابيع حتى يولي عندي زيت القرنفل راه مزيان. وكنبقاو ناخذوا قطرات في الاذن، من الاحسن ديرهم بجوج. المهم مرحبا بكم، ان شاء الله كنتمنى نكون خفيفه الظل عليكم. ان شاء الله نوريكم دابا الاشياء البسيطه والتقليديه اللي عندي. انتم معايا انتم الحصيره، شكون اللي يعرف الحصيره؟ والهيدوره هذيك كنخليها النساء اللي كتجي لعندي ضروري تستلقي عليها واحد المده، يعني 5 دقائق حتى 10 دقائق. علاش؟ باش كترجع ايام زمان والذكرى وكترتاح نفسيا، ومن بعد كطلع لهاد البياص اللي شفتو هنايا. هانتوما راه فيه فتحه، سمحوا لي، هانتوما راه فيه فتحه هنايا شفتو. هنا كيحط الشخص، انا كندوي غير النساء فقط، كتحط هنا الوجه ديالها ومن بعد كنخدموا عليها. طبيعة الحال كيكون كلشي مقاد ومرتاح. وهنايا عندي بعض الصور، حتى الانسان كيعرف، يعني كنشرح ليه الحمد لله نعم الله. المهم هادشي اللي كاين، شرحت لكم على الموكسة كيفاش الموكسة وفين تلقاوها الموكسة. وحتى اللي ما عندوش الموكسة راه كاين طرق كثير الحمد لله، كاين زيت الزيتون وكاين سرعة الملح، هي هذه سرعة الملح. كناخذوا الملح وكنسخنوها مع شويه زيت الزيتون مع الخزامه، ممكن ديروا مع كاليبتوز. دابا ان شاء الله نشارك معكم الاعشاب، غير نتوما ما كتكتبوش ليا الصراحه، ما كتكتبوش ليا باش نكتب لي باش نجاوبكم. وكنبقاو نعملوها على المكان اللي فيه البرد، حتى الودنين ممكن بحال هكا نلكزو كما تنقولوا بالدارجه ديالنا. الناس ديال زمان كنكمدوا ولكن حذاري من ضربه البرد. هنا هادي راه ما قشاعل، شتو مبغاتش تفك معايا، اشنو غندير ليها دابا؟ المهم غنشوف كيفاش الطريقه، حيت خصني ندير ليها الماء. غندير لها بحال هكا، هانو صافي طفيتها. الموكسة كاينه انواع وانواع وانواع. المهم هادشي اللي كاين دابا غنرد بلاصتها. علاش؟ باش تبقى ليا سخونه. هذه الثمن ديالها شويه مغاير على هذه ثمن شكل اخر، وهذه ثمن هذه حتى هي غنحكم الاغلاق ديالها باش تبقى. المهم هذه كنعالجو بها بومزوي، كنعالجو بها الام المفاصل، كتنشط الدوره الدمويه. سبحان الله الموكسة كنعملوها حتى الماساج اللي عنده العصب كثير تياخذ ادويه وبغى راحه البال وبغى راحه الجسم ديالو. والطين اخوتي هانتوما كؤوس الطين، شي نهار نشاركها معكم، تنرشو عليه السلام يا رسول الله، ترشو عليه بحال هكا المعقم، كنرشو شويه لانكول بطريقه سهله، وكنلصقوها على الشخص على باقي الكتفين او على الساق اللي عنده مشاكل، كتريح الاعصاب والتشنجات، بوز اللوم، البروده. هاد الطين هذا
سبحان الله، عنده منافع كتيرة. اللي عنده البرد القديم، اللي عنده مشاكل صحية، حتى اللي ما كيجوعش. الله ما نكذب عليكم، خصوصا هذه الولا هذه. بغيت ندير لكم جولة، ولكن شي نهار ان شاء الله ندير لكم جولة. الطين هذا اللي كنخدموه، كيجي عندي بنيتات تيقول لك ما كنعرفش شنو هي الشهية، ما كنعرفش شنو هو الجوع. مجرد ما كنحط لها الولا على حسب الطاية، كاين اللي ضعيفة كنعمل لها كؤوس بحال هادو صغار، وكاين اللي كتكون ما شاء الله سمينة كنعمل لها الولا، وكنخدمو حتى بالزجاج. وباقا ان شاء الله غندخل النحاس ان شاء الله. هادشي اللي كاين كنتمنى لكم ان شاء الله التيسير. نتمنى انني الموقصه راه كنعالجو بها الخلعه، كنعالجو بها العديد من المشاكل. كنحطوها كتلصق، واخا تعملها ها ولا ما كطيحش، غير الفتيله اللي كطيح لينا صافي. حياكم الله، كنتمنى لكم التيسير ومع السلامه.